اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا رب يا رب، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم يا رب يا الله يا كريم يا رحيم، اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم ما في قلوبنا يا رب، وقفنا عند بابك يا الله يا الله، وما خاب داعيك بها الله، ما خاب راجيك يا الله، يا كريم يا منان، إلهنا ومولانا، رفعنا أكف الضراعة إليك يا الله، سائلوك طالبوك يا الله يا الله يا رب. اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا رب، اللهم يا كريم، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا. اللهم إنا نشهدك في عليائك أنهم علمونا حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم أسعد والدينا، أسعدهم كما أسعدونا، تجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا. إلهنا ومولانا، من كان منهم حيها اللهم فأمد عمره على طاعتك يا رب يا رب، ومن كان منهم مريضا أسألك يا رب في هذا الشهر الكريم، اللهم شاف والدينا، اللهم شاف والدينا، اللهم عاف والدينا يا رب يا رحيم، شفاء من عندك، شفاء من عليائك يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، ومن كان منهم ميتا أسألك يا رب يا رب
يا رب في هذه الليلة أنزل على قبورهم شآبيب رحماتك. اللهم أنزل على قبورهم شآبيب رحماتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. رمضان دبي، تراحم وتعايش.